النادي، ففين اهلي وشباب بلادي؟ انا بنادي عليكم مره ثانيه اننا بجد لازم نقوم بواجبنا وبدورنا الوطني. امبارح النسبه كانت مرضيه الى حد ما، ولكن ما كانتش النسبه اللي انا بحلم بيها واللي كل المصريين بيحلموا بيها. النسبة متوسطة أو فوق المتوسط ده مش معناه إننا هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين أكتر من كده، ودايما بنقول إن العالم كله بيتفرج علينا وبيتابعنا. مش دي أبدا النسبة المرضية للمصريين، احنا ما قمناش بثورتين عشان يعني نظهر قدام العالم بالمظهر ده، احنا في عندنا أفضل وفي عندنا أحسن. النهاردة الحكومة المصرية تعاونت مع الناس وإدت أجازة رسمية، والقطاع الخاص برضه مفروض إن هو يتعاون معانا ويدي أجازة لكل الناس. مشكلة المغتربين هنتكلم فيها مع حضراتكم النهارده، هنتابع ايه اللي حصل امبارح، والنهارده كمان ان شاء الله هنرصد مع حضراتكم اهم ملامح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسيه. بس بما ان النهارده عطله رسميه، خلينا نشوف حاله المرور ايه مع سياده المقدم مصطفى ابراهيم، غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه اسراء، وتحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. مساء الخير. مساء النور. سياده المقدم، يمكن النهارده اجازه رسميه وعطله طبعا، ولكن يعني انا نفسي وكل المواطنين المصريين نفسهم ان يكون في ارتفاع وكثافه في الحركه المروريه سواء داخل وخارج العاصمه، عشان يبقى ده مؤشر ان النهارده هيكون في ارتفاع في نسبه المصوتين والمنتخبين. قول لي اخبار الحاله المروريه ايه داخل وخارج العاصمه. والله يا فندم يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو ان بالامس صدر قرار عن مجلس الوزراء باعتبار ان اجازه رسميه. طبعا ده بيبقى له معكوس على طول على حركه المرور. طبعا هو الحمد لله هو يعني مردود ايجابي، في انخفاض في معدلات الحركه المروريه في الشارع، اعداد المركبات اللي بتتحرك اكبر، وده برضه مفروض ان يبقى له مردود ايجابي في تسهيل وصول الخدمين من مقر الجامع بتاعتهم للابناء بصوتهم. لكن النهارده يعني حقيقه يعني زي كل يوم اجازه، عندنا هدوء في الحاله المروريه، عندنا انخفاض في معدلات الحركه على كل الطرق وعلى كل المحاور. يمكن مع ساعات الصباح الاولى كان في عندنا متابعه لحركه نمر على الطرق الماضيه من القاهره للمحافظات، الحمد لله يعني ما عندناش اي مؤثر على حركه المرور على مستوى الطرق ولا على مستوى الطرق الداخليه. اللي يعني الميادين والشوارع والمقر الرئيسيه للجان التصويت عليها خدمات مروريه في حرم امن لكل لجنه انتخابيه لتسهيل حركه المرور. ان شاء الله برضه مع لجان الزحمه هيكون هناك خدمات مروريه، هيكون هناك برضه يعني حرم امن كده بمنع سير السيارات، وخصوصا امام المقر اللجان الرئيسيه اللي هي مقرها بيقع على الشارع يسمح فيه حركه مرور في الاتجاهين. يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى كده ان اليوم يبقى هادئ مروريا. يعني الحمد لله من ساعات الصباح دول ما فيش عندنا اي فرق واي حوادث، والامور يعني تسير على مرام. هنبدا بقى من بعد انتهاء فتره التصويت هتبدا تكثيف الخدمات المروريه الموجوده زي ما قلت لحضرتك قدام لجان الفرد العام، لكن على المستوى العام الحاله المروريه هادئه تماما، ما فيش عندنا يعني ما يعكر صفر الحاله المروريه لا داخليا ولا خارجيا الحمد لله. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المقدم مصطفى إبراهيم، غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. أنا طبعا نفسي يبقى في هدوء في الحالة المرورية ويبقاش في تكدس ويبقاش في مشاكل، ولكن أنا نفسي أشوف الناس أكتر نازلين. أرجوكوا أرجوكوا انزلوا وصوتوا، مش محتاجين إن احنا نفضل ننادي عليكوا ونقول انزلوا وشاركوا، لأن ده مفروض يبقى نابع من جوانا. احنا عملنا كل اللي احنا عملناه في الفترة اللي فاتت دي عشان تيجي اللحظة دي. لما تيجي اللحظة ما نخرجش وما ننزلش ده شيء محزن للغايه، وان شاء الله مش هيبقى فيه حزن ولا زعل، لان انا متوقعه ان الشعب المصري هينزل ويصوت، والشباب للمره المليون ارجوكم انزلوا وشاركوا.